بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليدور. ومازلنا شغالين في السلسله الخاصه بتعليم او مجموعه التمارين الخاصه بالجزء الخاص بالبر. وفي المثال اللي عندنا هنبدا نحاول كل شويه نبدا نصعب في اشكال الرسومات عشان نبدا نطبق مجموعه افكار مختلفه لغايه ما نوصل للرسم التجميلي. في المثال اللي عندنا الشكل قدامنا كده يعتبر زي شكل، او الماسك بتاعه يعتبر زي شكل مثلث. طول الضلع بتاعه عباره عن 24، او الارتفاع 24، والطول عباره عن 48، بس في جزء تاني كده في كسره اللي هي عباره عن 6 مللي. العرض بتاع الجسم كله عباره عن 24 مللي. يبقى انت عندك الشكل اللي قدامنا ده. عرفنا الأبعاد بتاعته سواء 24 و48، والعرض بتاعه عبارة عن 24. في جزء تاني نفس الجزء ده أو شبهه كده، شكل مثلث كده. الشكل المثلث ده قال لك هنا ارتفاعه عبارة عن 12، والطول ده كله واصل للجزء السطحي ده. قال لك إن الثيكنس بتاعها كانت عبارة عن 12. طيب الكلام ده عشان نبدأ نطبقه على برنامج السوليد وورك، يبقى انت اول حاجه لازم تفكر ازاي هتبدا تبني الموديل بتاعك من حاله ال 2 دي الى حاله ال 3 دي. طيب عشان نبدا نعمل ال 2 دي، فانت لازم تختار مستوى معين وتبدا ترسم عليه، والمستوى ده يوصلك لطريق موضوع ال 3 دي او الشكل بتاعك تقدر تطلعه في شكل مجسم. فاحنا بالنسبه لنا لو احنا بقى رسمنا الموديل بتاعنا في الصوره، اخدنا الماسكت اللي قدامنا ده يعتبر ماسكة الرأس بتاعنا، ال 48 في ال 24، وامشي مسافه اللي هي عباره عن 6، وابدا اعمل له امر اكسترود بالمسافه ال 24. بعدين اختار بقى مستوى تاني اقدر ارسم شكل المثلث وادي له العرض بتاعه بال 12. تعال نروح للبرنامج، واول حاجه نختار ملف جديد وهنبدا نفتح الجزء الخاص بالبارك ونختار المستوى. بالنسبة لنا المستوى اللي هيبقى مناسب في الحالة بتاعتنا هو عبارة عن الفرونت. أعمل سكتش وبعدين أختار أمر لاين، وهبدأ أختار أبدأ أعمل خط، وبعدين أعمل خط تاني صغير اللي هو كان عبارة عن الجزء اللي هو 16، وبعدين أبدأ أنزل وبعدين أوصل النقطة دي. تعالى بقى نحط الأبعاد. بالنسبة لنا الطول ده كانت قيمته عبارة عن 48. هنكبر كده بس شكل الرسمة اللي قدامنا، والارتفاع 24، والثيكنس ده كانت عبارة عن 6، الجزء ده كان أو المسافة دي عبارة عن 6 مللي. وبكده يبقى أنت خلصت شكل الموديل وبقى الشكل عندك عبارة عن فولي ديفاين. تعال نعمل له بقى اكسترود ونختار بقى اكسترود بالمسافه اللي احنا عايزين نتحركها، هي عباره عن 24. بالنسبه لي في الاتجاه ده تمام، بالنسبه لي مفيش فيها اي مشكله خالص، وانا اختار 24 وابدا اعمل علامه صح. ارجع تاني لشكل الموديل، هتلاقي عندك فيه جزء تاني اللي هو عباره عن كام؟ عباره عن ال 12 في ال 12. طب ارسم الشكل ده ازاي؟ يبقى انا لازم اختار مستوى هبدا ارسم عليه، واقدر ارسم له شكل المثلث اللي قدامنا ده، وبعدين اقدر اعمل له امر اكسترود. طب تعالى نعمل الكلام ده ازاي؟ اقول له انا عايز ارسم على نفس المستوى اللي هو بتاع الفرونت، واعمل نورمال 2، وبعدين نبدا نرسم شكل المثلث بتاعنا. احنا عندنا هنا نبدا نعمل خط من النقطه دي، وبعدين نقطة هنا، أو نقفل بقى الخط وبعدين نروح لغاية ما يلمس الشكل بتاعنا الجزء ده. طيب احنا عايزين الارتفاع ده كام؟ تعالى بقى نحط قيمة الارتفاع ده، كانت عبارة عن 12. طيب الطول ده كام؟ الطول ده واصل لغاية ما يخبط في الخط ده. يبقى انت كده تعالى بقى نبص على شكل المنظور. انت رسمت يا دوب شكل المثلث، كل محتاجه تبدا تعمل علامه صح، ونروح بقى الامر
اكسترود ونبدا نقول له احنا عايزين نعمل اكسترود بمسافه، المسافه بتاعتنا دي كانت عباره عن 12 ملم. يبقى احنا رسمنا على المستوى اللي هو عباره عن الفرونت، بس اتحركت المره دي بالمسافه اللي هي 12. ابدا اعمل علامه صح، وبكده يبقى انت خلصت شكل الموديل بتاعك او التمرين بتاعك. بكده احنا خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.